موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قال الإمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري رحمه الله. وقوله ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم هذا دعاء من موسى دعا الله على فرعون وملئه أن يغير أموالهم عن هيئتها ويبدلها إلى غير الحال التي هي بها، وذلك نحو قوله من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، يعنى به من قبل أن نغيرها عن هيئتها التي هي بها. يقال منه طمست عينه أطمسها وأطمسها طمسا وطموسا. وقد تستعمل العرب الطمس في العفو والدثور. العفو يعني عفى عليه الدهر، يعني أدى إلى اندثاره زواله. وفي الاندقاق والدروس اندرس، يعني أيضا ذهب، اندق ذهب، كما قال كعب بن زهير من كل نضاحة الذفرى إذا عرقت عرضتها طامس الأعلام مجهول. قال اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك في هذا الموضع، فقال جماعة منهم فيه مثل قولنا، يعني طمس الله أموالهم غيرها عن هيئتها عن القرضي في قوله ربنا اطمس على أموالهم قال اجعل سكرهم حجارة. قال عن محمد بن كعب القرضي قال اجعل سكرهم حجارة، عن أبي العلية اطمس على أموالهم اجعلها حجارة. عن الربيع بن أنس اطمس على أموالهم قال صارت حجارة. عن قتادة ربنا اطمس على أموالهم بلغنا أن زروعهم تحولت حجارة. عن قتادة ربنا اطمس على أموالهم قال بلغنا أن حرثا لهم زرعا لهم صار أن حرثا لهم صارت حجارة. عن سفيان ربنا اطمس على أموالهم قال يقولون صارت حجارة. عن أبي صالح في قوله ربنا اطمس على أموالهم قال صارت حجارة. عن قتادة في قوله ربنا اطمس على أموالهم قال بلغنا أن حروثا لهم صارت حجارة. عن الضحاك في قوله ربنا اطمس على أموالهم قال جعلها الله حجارة منقوشة على هيئة ما كانت، يعني الدراهم والدنانير بتبقى منقوشة ومكتوب عليها سورة الملوك فجعلها كذلك لكن حجارة. قال ابن زيد في قول ربنا اطمس على أموالهم قال قد فعل ذلك وقد أصابهم ذلك طمس على أموالهم فصارت حجارة ذهبهم ودراهمهم وعدسهم وكل شيء. عن مجاهد
قال وقال آخرون مع بل معنى ذلك أهلكها. عن مجاهد ربنا اطمس على أموالهم قال أهلكها. عن ابن عباس ربنا اطمس على أموالهم يقول دمر عليهم وأهلك أموالهم. وقال غيرها عن حالها تشمل بقى أي صورة من صور التدمير والتخريب والإهلاك. وأما قوله واشدد على قلوبهم فإنه يعني واطبع عليها حتى لا تلين ولا تنشرح بالإيمان. سبحان الله، أشد دعاء أن يدعى على إنسان بسبب ذنوبه وعتوه وتجبره وظلمه للناس أن يمنع الله عنه الإيمان ليلقى الله عز وجل معاقبا معذبا. وفرعون من أعتى الجبابرة، لم يكن موسى يريد له أن يهتدي حتى ينال عقوبة جزائه، حتى جبريل كان لا يريد أن تناله الرحمة، لأن جبريل ساعة غرق فرعون جعل يدس من طين البحر، من حال البحر، من رمل البحر في فمه مخافة أن تدركه الرحمة على قوله آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، لأنه يعلم قدر لا إله إلا الله عند الله، فأراد أن يسكته حتى لا يكرر الشهادة خشية أن تدركه الرحمة. عن ابن عباس وقال موسى قبل أن يأتي فرعون ربنا اشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، فاستجاب الله له وحال بين فرعون وبين الإيمان حتى أدركه الغرق فلم ينفعه الإيمان. الزيادة الكلمة دي اللي هي قبل أن يأتي فرعون غريبة، إنما ذكرها الله عز وجل بعد كل ما حدث من الظلم والعدوان، لأنه هو متجبر من عقود من الزمان، من عشرات السنين، ولكن زاد جبروته مع بعثة موسى صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس واشدد على قلوبهم يقول واطبع على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال وهو الغرق. عن مجاهد واشدد على قلوبهم قال بالضلالة، كأن الضلالة مربوطة لازمة للقلب. قال الضحاك واشدد على قلوبهم يقول أهلكم كفارا. هل يجوز أن يتمنى الإنسان موت إنسان على الكفر؟ إنما ذلك لينال عقوبته على ما تقدم منه من صده عن سبيل الله وإعراضه عن الحق. فيصح ذلك، وإن كان الأحب إلى الله حال الأنبياء الذين يدعون لقومهم بالمغفرة ويحلمون عنهم حتى ولو كانوا مستحقين للعذاب، وإن لم يستجب الله دعوة هؤلاء الأنبياء كما فعل مع إبراهيم صلى الله عليه وسلم عندما مدحه بأنه قال فمن أطاعني فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر لما قال بقبول الفداء من أسرى بدر وقال عمر بقتلهم، فقال مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم إذ قال ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ومثل عيسى عندما قال إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، ومثلك يا عمر كمثل نوح إذ قال رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، وكمثل
موسى إذ قال ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. خلاصة الأمر أن هذا أمر جائز مع شدة العتو والكفر والعدوان، والأفضل عند الله اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون طالما لم يموتوا على الكفر. قال وأما قوله فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، فإن معناه فلا يصدق بتوحيد الله ويقر بوحدانيته حتى يروا العذاب الموجع. عن مجاهد فلا يؤمنوا بالله فيما يرون من الآيات حتى يروا العذاب الأليم. عن المنقري يقول فلا يؤمنوا يقول دعا عليهم. اختلف أهل العربية في موضع يؤمنوا، فقال بعض نحو البصرة هو نصب لأن جواب الأمر بالفاء، واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا، أو يكون دعاء عليهم إذ عصوا. وقد حكي عن قائل هذا القول أنه كان يقوله نصب عطفا على قوله ليضل عن سبيلك ليس ظاهرا. قال آخر منهم وهو قول نحوي الكوفة موضعه جزم على الدعاء من موسى عليهم السلام له فعل الأمر المجزوم بمعنى فلا آمنوا، كما قال الشاعر فلا ينبسط من بين عينيك من زوى ولا تلقني إلا وأنفك راغم، بمعنى فلا انبسط من بين عينيك من زوى ولا لقيتني على الدعاء، اللي هو كأنه فعل الدعاء ده صيغته في اللغة فعل أمر، ربنا اغفر لنا، هو دي صيغة فعل ماضي ولا مضارع ولا أمر؟ أمر بيسموه على الدعاء مش على طبعا الأمر، لأن لا يجوز أن يأمر العبد ربه، لكن ده من جهة تركيب الفعل. قال وكان بعض نحوي الكوفة يقول هو دعاء كأنه قال اللهم فلا يؤمنوا. قال وإن شئت جعلتها جوابا لمسألته إياه، لأن المسألة خرجت على لفظ الأمر، فتجعل فلا يؤمنوا بموضع نصب على الجواب وليس أسهل. قال ويكون كقول الشاعر يا ناخ سيري عنقا فسيحا إلى سليمان فنستريحا، قال وليس الجواب يسهل في الدعاء لأنه ليس بشرط. قال أبو جعفر والصواب من القول في ذلك أنه في موضع جزم على الدعاء بمعنى فلا آمنوا، إنما اخترت ذلك لأن ما قبله دعاء، وذلك قول ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم، فإلحاق قوله فلا يؤمنوا إذ كان في سياق ذلك بمعناه أشبه أولى، إذا شد الله على قلوبهم فهم لا يؤمنون. وأما قول حتى يروا العذاب الأليم فإن ابن عباس كان يقول معناه حتى يروا الغرق. عن ابن عباس فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم قال الغرق. اللهم إنا نسألك العافية. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، هذا إخبار من الله تعالى عما دعا به موسى صلى الله عليه وسلم على فرعون وملئه لما أبوا قبول الحق وليس
كما ذكر ابن كثير بسند سنده المنقطع عن ابن عباس أنه سأل الله ذلك قبل أن يأتي فرعون، وإنما قال لما أبوا قبول الحق واستمروا على ضلالهم وكفرهم معاندين جاحدين ظلما وعلوا وتكبرا وعتوا. هذا الكلام حسن، لأن هذه العقوبة عقوبة الطبع والغل والختن لا تكون ابتداء، وإنما تكون بعد إعراض متكرر وكبر وظلم وعدوان. قال ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة، أي من أثاث الدنيا ومتاعها وأموالا، أي جزيلة كثيرة في هذه الحياة الدنيا، ربنا ليضل عن سبيلك. ليضل بفتح الياء، أي أعطيتهم ذلك وأنت تعلم أنهم لا يؤمنوا بما أرسلتني به إليهم استدراجا منك لهم، كما قال الله تعالى لنفتنهم فيه. الله أعلى وأعلم، أقول قولي هذا وأستغفر الله.